هنا من الوثبة نحييكم مشاهدينا الكرام، وأحداث كبيرة ومهمة في هذا اليوم الكبير، يوم كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. هذه تورا بورا الذين يتحدثون عنها، تورا بورا واحدة من أهم وأصعب المراحل في السباق، هي المرحلة الثانية، أطلقوا عليها تورا بورا لأنها عبارة عن مثل ما قلنا نزول وصعود. إذا الناموس من أرضية الوسبة، كأس سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. هنا مرحلة الناموس، هنا الوثبة، هنا الوثبة يا عزيزي، هنا الناموس. كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة كانت وستبقى هي البطولة الأهم والأقوى والأغلى على صعيد السباقات المحلية لهذه الرياضة التراثية التي توارثناها عن الآباء والأجداد، أولا لأنها تحمل اسم قائد دولتنا وربان سفينتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي نعتز به ونفخر جميعا أن نظفر بلقب يحمل اسمه، وثانيا لأنها منذ أن انطلقت قبل 18 عاما وهي الهدف والحلم الأغلى لكل فرسان القدرة الذين يعتبرون أن مجرد المشاركة فيها شرفا ومجدا، وثالثا أن سباق صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل هو من الفئة الأرفع الثلاثة نجوم لمسافة 160 كيلومترا التي تعكس الوجه الحقيقي لسباقات القدرة والتحمل. في يوم العاشر من فبراير من العام 2018 كان كل أهل الخيل على موعد مع الحدث الأهم والأكبر في عالم سباقات القدرة، ليس فقط على صعيد الإمارات العربية المتحدة بل على صعيد العالم أجمع، الذي ينتظر فرسانه هذا العيد السنوي الذي تحتضنه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة. الأجواء العامة التي رصدناها بالعين المجردة وبالكاميرا داخل القرية قبل انطلاق السباق في نسخته 19 ومع خيوط الفجر ووسط الضباب الذي عكس بصدق الحالة التنافسية التي يستحيل معها رؤية البطل المرشح بقوة لنيل اللقب والكأس الغالية، كانت حقا أجواء عيد وكرنفال وفرحة من جميع الاسطبلات والفرسان والفارسات الذين وصل عددهم إلى أكثر من 240، وهو رقم قد يفوق المشاركين في بطولة العالم للقدرة، ناهيك عن نوعية الخيول المشاركة والتي تمثل نخبة النخبة. صباح الخير يا أهل الخيل، صباح الناموس لأغلى الكؤوس. هنا من الوثبة نحييكم مشاهدينا الكرام، وأحداث كبيرة ومهمة في هذا اليوم الكبير، يوم كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، كما عودناكم في برنامج أهل الخيل وفي هذه الحلقة الخاصة سنعيش الحدث كما يجب. في
انت من اي اسطبلات؟ ها؟ عمان. جاهز اليوم؟ نعم جاهز. شو اللي يخليك جاهز يعني؟ والله كان زين ما اخذ سباق. ايه الحمد لله خلنا زين. ايه 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 كاس رئيس الدوله شو اللي يميزه؟ غير الدوله يقولون غير. نعم غير. شو اللي غير فيه؟ والله كسر الدوله اسم غالي. غالي نعم انا اشهد. كل يبارك. انت تبغى؟ نعم. جاهزين؟ الحمد لله. ولا محا ولا مفحام ولا تجهيز؟ لا 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 شاركين ان شاء الله. قوي السباق ترى. اكيد. انت قلبك زين؟ قلبك انت مو بالحصان. لا قلبي زين. ها؟ قلبي زين يقول لك من الحصان. يقول لك هالسباق يبغى لك قلب ترى. يبغى لك قوة قلب. ايه. يبغى لك قوة قلب ويبغى له شو اسمه واحد شو اسمه؟ اللي قلبه واحد شو؟ واحد فاهم واحد زين. انت حفزان يا ريال. كاس هذا غالي على الدنيا واتمنى التوفيق للجميع. بلا شك ان احنا صلاه الوجبه الداخليه قوه هالسباق وان شاء الله تكون اداء مشرف. انتم راهين على شوف الوثبه اليوم؟ على كل الخير. لا عطني عطني اسم. على 8 ولمبلاوه. منو بيركب بيت منت اليوم؟ بيت منت راكب منها راشد. ها؟ راشد راكب منها. راشد؟ نعم. شو وضعك؟ والله إن شاء الله وياهم قدام. كل حد يقول وياهم قدام. نعم بنحاول إن شاء الله والباقي على الله. كل حد يقول بنحاول. لازم تحاول. شو تسوي؟ حاول تروح لقدام اخيرنا زين نادي قبل سباقات نخلص كاس محمد وان شاء الله اليوم المنصه ناويين المنصه ان شاء الله والتوفيق من رب العالمين. الله يعين. حفزان انت يا ريم منتهي انت مو حفزان. عندي خيل زين عندي خيل الفرس مسوي الثالث وعندي حصان وعندي فرس ثاني جاي 11 كاس محمد فان شاء الله ترشحها؟ نعم. منو ترشح حق السباق صدق؟ شوف حق السباق بين مرام والوثب وري. عدنان اجواء كاس رئيس الدوله مختلفه. اجواء شو اقول لك يعني اجواء ما تمر علينا مره في السنه. يا سلام. الحمد لله. عيد هذا. عيد. عيد للفرسان وعيد للمدربين وعيد للحضور. صح يا مرحبا. صح انا اشوف حتى الفرسان يقولون فرحانين فرحانين كلهم فرحانين. صح الله يزيد الفرحة في البلاد. ولا طعم مختلف كاس رئيس نعم. الدولة. نعم نعم يا مرحبا. ست مراحل مسوين عدنان ما شاء الله. نريح الخير ونريح الفرسان نعطي راحة للخير اكثر. الجو شو رايك فيه؟ والله بالنسبة لنا من ثاني أخرت المرحلة أنا مخرنا أخرنا للناس اللي تأخروا في الطريق جاي من برا جاي من بين البطادي من العين يوصلون. صح راحة ما نبغي نكبر. كاس الدولة مختلفة يا إسماعيل. أكيد كاس رئيس الدولة كاس سيدي الشيخ محمد بن راشد هذا فري ستار ما شاء الله من كل مكان والعدد غير اليوم ما شاء الله 270 ما شاء الله هذا اعتبر بطولة العالم. حفزان انت ولا انا المفروض اكون حفزان؟ انت المفروض انا بردان. شوف انا بردان انت حفزان. لا لا انا عادي. لا لا مو بعادي 4000 قلبك يدق يا ري وين عادي تراهن على منو اليوم شدات؟ ان شاء الله هو حصان بطل توفيق يسويها شداد اليوم ليش لا ان شاء الله. إن شاء صعب الله. اليوم صعب عندك انت يا سوي الميكروفون. لا لا بس صعب. لا على المعطيات اللي احنا تابعناها اف 3 الوثبه ام 7 وضعك انت لا لا كلنا ابطال وان شاء الله ان واحد منهم نهني. اسماعيل انت طماع الله يكرمك في مهرجان الشيخ محمد. شو تبى زياده بعد حياتي يا ابو لك طمع هل مزيد؟ اكيد ان شاء الله. اشكرك. فيه شداد وفيه يا طويل العمر صاروق الحديد. صاروق الحديد ان شاء الله هذا الاسم الجديد اللي بيكون يعني ان شاء الله. الحصان هذا ما كنت اظنيها صاروق 160 بس اداء في ال 120 اخر مره سابقه راهي لل 160 وشداد سابق ترى العام. صح.
شو احس؟ خلنا بنعطي التعليمات حق الفارس. اوكي. بنرجع لكم بقى. شو التعليمات؟ السرعة والهالشيء. كم السرعة؟ ما بخبر حد. لا برامج بينزل عقب ترى. ها؟ ما بخبر حد، والله ما بخبر. والله. على حسب بنشوف، بننطلق 27. بنشوف فروقات ولا هذا وبنشوف. انطلقت المرحلة الأولى على بركة الله وحفظه وتوفيقه، إن شاء الله يبالكم الناموس يا أخواني. اللجنة المنظمة للسباق وحرصا على سلامة الفرسان والخيل المشاركة في السباق قررت تأجيل الانطلاقة للمرحلة الأولى نصف ساعة بسبب الأجواء الضبابية، وعند السابعة صباحا حانت ساعة الحقيقة وانتقلت الكلمة للميدان وانطلقت الأحلام الوردية إلى المحك الحقيقي الذي لن يعترف سوى بالأقوى والأقدر على قطع مسافة السباق البالغة 160 كيلومترا والمقسمة على 6 مراحل، وهو الحفاظ على الخيل سليما ونبضات قلبه وفق معدلات القانون الدولي. في مثل هذه المعارك الصعبة تكون المرحلة الأولى من السباق الشرس والبالغ مسافتها 40 كيلومترا مجرد بداية لجس النبض والعبور بالخيل المشاركة بسلام دون إصابات تؤدي للانسحاب المبكر أو مخالفات قد تحرم أصحابها من المنافسة على المراكز الأولى في المراحل التالية. لذلك فكل أهل الخيل يعلمون جيدا أن هذه المرحلة لا ترسم أي ملامح للمنافسة ولا تعطي أي مؤشرات عما سيحدث، وما حدث هو بالفعل على أرض الواقع عندما تصدر الفارس حميد المزروعي هذه المرحلة على صهوة الجواد سينامون المملوك لإسطبلات ام 7 متفوقا على أقوى المرشحين أمثال فاران اف 3 وشداد ام ار ام حامل اللقب و 8 منت التي تراهن عليها إسطبلات الوثبة. قربنا من نهاية المرحلة الأولى إذن، وفي انتظار دخول الفرسان إلى القرية، ومع دخول الفرسان إلى القرية سنتعرف على الواصلين أو الواصلين المجموعة الأولى بقية المجموعات، كيف كان التكتيك على المستوى الفني وكيف هي حالة الخيول والفرسان بعد نهاية المرحلة الأولى. ان شاء الله اليوم دبي فران ان شاء الله فران اي فران ريدي ريدي ان شاء الله ليجند فران في ليجند اي ليجند هو الحين كم ريس 160 كم ما شاء الله كم اربع خلص انا ترى ما اعرف اسالك والله اني ما هاي ثلاثه اربعه اي اربعه هاي 160 اها ان شاء الله اليوم فران ان شاء الله اليوم فران ان شاء الله سيلبريتي اليوم ان شاء الله فران هو جاي اليوم ان شاء الله هي بالبن بعد المرحلة الأولى كيف تسير الأمور؟ الحمد لله الأمور طيبة، الخيل كله قرب واحد إن شاء الله بنشوف عقب الفحص إن شاء الله. أنت راضي عن المرحلة الأولى يعني؟ إيه الحمد لله. السرعة كيف؟ السرعة وايد زينة لأنها ضباب، بس يقول نسبة الأكسجين نازلة، قل نسبة الأكسجين بس السرعة جاي يعني مو بسريعة، معتدلة السرعة. اليوم يوم حار إن شاء الله، يوم عاصف بعد يوم طويل. نادي شيبة. نادي شيبة. ما بنادي. ند شيبة. نادي شيبة. لا ما بنادي. ند. لا بنادي. ند. شيبة. ند. ما بن. ند شيبة. نادي شيبة. ند. ند. شيبة. شيبة. How is everything, Juma? Everything is good. There is fog. We don't see too much things, but the horse is coming well. Inshallah. الأمور طيبة، الأمور طيبة، الأمور طيبة. أقول لك اليوم خير، أشوف العالم لي. كسر شدولك. كيف؟ كسر شدولك. شو يعني لكم يعني؟ يعني أقوى ريس هاي. ها؟ أقوى ريس، أقوى ريس. شو توقعاتك؟ والله أبطال وايد داخلة. وأنت ترشح. أوف. كل خيل سابق مرة ومرتين. لهالدرجة؟ إيه نعم. الوضع صعب؟ وايد. متكهرب؟ إيه نعم. أوب 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 أوب
الله احنا امورنا طيبه يا ريال، احنا نحرص في المشاركه ولنا فخر ان نشارك في كاس رئيس الدوله اكثر من اي شيء، اكثر من النتيجه. مشاركتنا هي مكسب لنا. يعني انت اليوم مشاركه يعني اليوم انت متفرج؟ لا والله مو متفرج، ان شاء الله بنشوف في منافسه. يعني عندي انا فرس واحده بس. شوف شوف المنظر، شوف كاس رئيس الدولة، شوف الحماس، شوف الحماس، يا الله يا الله على المنظر الجميل. نعم كاس رئيس الدولة وإن شاء الله. شو هالأجواء أحمد؟ هاي أنتوا طالعوا شو لابسين بشردونة؟ ها؟ والله أنتم هذا مال أحمد مال سكيمو. أنت متدخل ساير عرس أنت؟ إيه إيه نعم نعم ها ما شوفني. إيه خلنا والله ريحتك فنانة. سو دعاية حق المحل. أي محل؟ ها؟ شو ظنك أحمد؟ إذا خوز معنا. إذا شو ظنك اليوم؟ شو ظنك؟ شو ظنك يا عريس؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فثري بيبيض أبوي. والله؟ إن شاء الله. يعني هم عرسان الليلة. آمين. هم من سيحتفلون في المنصة. آمين. هم من سوف يصعدون إلى القمة. إلى القمة. نعم إن شاء الله. على أي أساس بنيت هذا التوقع؟ والله حصان عبد الله إن شاء الله فرام حصان طيب. يواصل يواصل إنجازاته، قدم أداء كبير في مهرجان الشيخ نعم محمد. نعم نعم. هل قادر على نفس المواصلة؟ يكرر. نعم الحصان السبوق والحصان الجبار يسويها. خبرة 160 موجودة. نعم. التعامل نعم. مع 160. نعم. ست مراحل أحمد. ست ما عنده مشكلة، المسافة هي وحدة، المراحل ست مقسمة. إيه مسافة وحدة بس المراحل ست. نعم نعم. إن شاء الله توبتك. شو وضعك؟ وراهم أنا. ترى اللي يقولون توبتك لا تأمن شرهم، لا تأمن مكرهم. ان شاء الله انت مكار. بنحاول ان شاء الله. شو خطتك؟ ما بخبر. ورا الدفعة الأولى. ورا الدفعة الأولى؟ ليه متى؟ متى بتكون في الدفعة؟ ان شاء الله قبل الأخيرة. والله أجواء غير أي أجواء الحمادي، تعرف يعني بطولة كأس رئيس الدولة أصعب من بطولة العالم. صح. أي ببعيد. ليش؟ لأن وايد فيه ناس من الإمارات بالذات. بطولة العالم 5 من الإمارات. صح. وحن يعني وياكم إن شاء الله في صلب المنافسة، ماشيين على أفرج ممتاز. إحنا مو ماشيين ويا المقدمة، ماشيين على سرعة معينة اللي يكتب لنا الله بيتحقق إن شاء الله. والهدف يعني إن شاء الله واضح. تسوونها اليوم؟ بإذن الله. إحنا بنمشي على سرعة، إحنا عميان اليوم، عميان ماشيين على سرعة معينة طالبها أنا من الفارس. ونبغي ان شاء الله انه بس تيسر الامور باذن الله. ما يتغير التكتيك في المراحل؟ لا لا لا، دامني ما شردت وياها المرحله الاولى معناته اعصابي بارده مثل اعصابك. شوف شلون بارد انت اعصابك ان شاء الله. اي والله هذه فرصي وصلت. موفق شيخ. تغيرت الاعصاب شوي. الله يعوضك. مرحلة زينة، حسينا هادي شوي، كل الفرسان ساروا بسير معقول. الأفرج كان عندي عن نفسي أنا مسوي أظن في الساعة تقريبا 26-26.5. بالعكس شفت مرحلة وايد هادي. شوف طال عمرك أنا ما عندي خبرة وايد في سباقات القدرة، لكن اسم الحصان اللي عندك يخوف. والله هو كان اسمه تيجام المنس، تغير اسمه البارحة إلى ساروك. اللي هي منطقة ترابية ومنطقة غالية والاسم مش بسيط. هي هذا من سيدي اسمه الشيخ محمد. إن شاء الله الحصان كان أداء طيب في كاس الريف، وإن شاء الله إنه يتوفق اليوم ويدي أداء على نفس المستوى. بعد بدري طبعا على الكلام الحين، يعني عن التوقعات والترشيحات طبعاً. عندنا وقت طويل طبعا. هذا الحصان مثلا إذا بتسألني هو مفروض يكون في هذا السباق، هذا يعني السباق اللي هو معدله هو. أما التوافيز طبعا هم رب العالمين بس. نعم. مثل ما قلت بدري، أول مرحلة باقي 5 سباق. أنت شو معنوياتك؟ شو نفسيتك؟ لا الحمد لله كل الأمور طيبة، معنويات عالية، وإن شاء الله أصطبر المسابقة أني أظهر بنتيجة طيبة اليوم. ساروق الحديد مرشح من أمس، مرشح مع شداد ومع كثير من الأسماء، مع فاران وبعض وإيت منت، يعني ما بيكون. والله شوف أنت أخوي هيثم، السباق هذا السباق كله سباق يعني هذا جروب 1، يكون ساعات شبه مستحيل أنك تجزم بحصان. صح. لكن السباق يعني مثل ما شفت منت وساروق وشداد وفاران يعني خير طيبة كلها في السباق، فإن شاء الله يعني إن شاء الله مو بصلاوي لا إن شاء الله إنك نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.
شيل الكاس ان شاء الله. هذا العلم عند الله، لكن اذا اتمنى طبعا اتمنى. الله يوفقك. شكرا الشيخ، شكرا. شو الوضع عندكم؟ الحمد لله. المرحلة طيب. زينة؟ شوي بس سريعة. شوي سريعة ها؟ لازم أعطيهم التعليمات أباه يفوز. أشكرك. لأن هذا راتب إسماعيل. آها. والحبان طيب عندنا. أنت. نقول الله إن شاء الله يوصله بالسلامة. ولا يسبق ولا ثاني ولا ثالث. يا سلام. يبارك على الله. يا سلام يا راعي حرير. هاي زيف. ها؟ هاي زيف. أشكرك. وأنت ما تختار إلا ذيابه. أنا بوني ما داين إلا ذيابه. أشكرك. وأنا. أربعة رياضة. إحنا متمرين خير وجاهزين للسباق إن شاء الله، يعني إذا ما حصلنا يتعرضي بنكون منافسين لآخر لحظة. على شو تعتمد اليوم؟ على شو تراهن محمد؟ على تكتيك سيدي صاحب السمو الشيخ محمد راشد. إن شاء الله السباق مثل هذا مو مثل أي سباق، مو بـ 120 لا، السباق ست مراحل، قطعنا الـ40 والحين تونا بادين سباق جديد، الحين الـ120، فكل ما نقطع مسافة نبدأ سباق جديد. كل مرحلة عندك؟ نعم. سباق جديد. أي نعم. أكثر شيء يخوفك اليوم شو؟ تخاف من شو؟ شوف إذا ما نيك لسببين، يا أنك مرشح فوق العادة أو أنك برع الترشيح. والله أنا رشحت عمري. ما حد رشحك؟ أنا رشحت عمري. إيه. وعرف كان حصاني، حصاني البطل. يأ وشيك دقيقة ما حالفنا الحظ فيه طلع. بقول الصراحة. بس هاي. طلعنا. هذا حصان اللي عندي اللي سار جدا. اللي أنت طلع. كنت مراهن عليه. هذاك مراهن عليه يعني أفا. لأنه ودنا كان شيخ محمد. من المرحلة الأولى. هي والله هذا. شو الوضع اليوم؟ والله الوضع طيب لين الحين. إيه؟ الحمد لله. أيوه. يعني طبعا منافسه قويه مثل ما شفت الخيل اللي هي مرشحه اللي دشت قبل، يعني هو المنطق يعني فرض نفسه في المرحله الاولى. نعم نعم صح، هذا لكن شوي ممكن يحصل صعوبه لان اللي يشوف الرطوبه هاي تاخذهم في المرحلتين والثلاثه بتاخذهم يعني. حسن راح مع الذيب راشد، انت وين تروح؟ راح مع الذيب؟ ابشرك الذيب برا. يعني نقول له دائما الخيول زين لا ترشحين. عصب زين قد ما بزين رشحتك قد ما بزين. الحمد لله السباق هيثم يمكن أقول لك من أقوى النسخ اللي مرت علينا هذه النسمة على معطية الأسماء من ناحية تسامي الخيل. نعم الأسامي الخيل موجود والتحضير نعم متوقع أكثر عن خيل يكون على الـ على الـ على الفنش. ملا ملا شكرا يا حسن. شكرا شكرا. اليوم أنا خالفت من رأيك. سباقات كبيرة وسباقات فور ستار، أي من أكبر السباقات في العالم يعني. في العالم؟ في العالم هنا يمكن أكبر عن كأس العالم بعد. من المشاركين ومن ومن ناحية التنافس من الكواليتي يعني. اي نعم الكواليتي موجود اليوم وايد. اي نعم اي نعم اقوى تقريبا كاس رئيس الدولة هذا. من ترشح بالكواليتي اليوم؟ والله جماعة كلهم يعني خيل مرشحة شيء اسامي خيل وشيء اسامي اسطبلات يعني. انت وين تروح اكثر؟ والله اتمنى يعني تكون مسفن مارم اف 3 يعني هذه الثلاثة اسطبلات اتمنى. بس بعدها بدري على الكلام. بدري على الكلام هنا. متى ممكن نتكلم بعد بعد الرابعه؟ والله يوم بيظهرون الاخيره قبل يطوفون الرتشيك هنا. اوبا هنا. أبا أبا أبا. مميز صح الجميع ينتظره، الناس من حول العالم كلها يا حاضرة صح. أنا جوائز مختلفة بس مميز مثل كاس سمو الشيخ محمد بن راشد، يعتبر هذا أميز سباقين في الدولة صح.
أنا أشوف العالم حفزانة يا ماجد والأسماء كواليتي 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 خيل موجودة مو طبيعية ما شاء الله. نعم كواليتي عالي وأفضل الخيول اليوم في الميدان والله يوفق الجميع إن شاء الله. أتمنى السلامة لهم أول شيء. آمين. إيت منت وين؟ إيت منت موجودة هنا. من يركب اليوم عندكم راشد؟ راشد جنين بنان. راشد شو وضع الفرس؟ ورا زينة اليوم هادية شوي أحسن عن الرسالة الأخرى. يقولون الفرس إذا يجون عنده يضايقونه شوية تتنرفز. والله الحين الحين تحت السيطرة الفرس إن شاء الله تكمل نفس الأداء. متى بتتضح الرؤية عندك؟ تقول لي خلاص نحن بناخذ ال اسمح بعد مرحلة الرابعة بنشوف. بعد الرابعة؟ ايه. يعني باقي مرحلتين بيكون. ايه يعني الحين تشوف أصعب مرحلة الحين اللي هي تورا بورا. هاي بتصفي وايد خيول. هذه. ايه. أنا أقول لك اللي بيستعجل في المرحلة هاي بينتهي. تورا بورا؟ تورا بورا اسمها صعود نزول مرة تنف أوروبا. إيه. يا ساتر. إي والله. بس أنتوا خيولكم متعودة على الأجواء. لا والله نحن مرة ندرب فيها تعرف هاي هذه ما يسوونها. خطرة. خطرة. مرحلة يعني الواحد لازم يحاسب. حق التصفية هذه. هاي حق تصفية. هاي المشخلة. فلتر. ها فلتر. طبعا كاس الدوله كاس كبير وكل واحد يتمنى من اي اسطبل انه يفوز في هالكاس ولحد الان بعدك ما تقدر تحكم من هو الفايز. بدري. نعم فان شاء الله المرحله الثالثه بيحدد البطل او الرابعه. الثالثه ولا الرابعه؟ نعم. حد يقول الخامسه حد يقول لين ما نخلص. لا 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 من المرحله الرابعه بعد ما يخلصون ترى بورا بيحدد البطل. بعد ما يخلصون ترى بورا لان هاي مرحله قويه. يا ساتر. بتخلص مرحله بعدها ومرحله ثالثه. هي الثالثة أعتقد. نعم. شو ظنك اليوم؟ والله اسطبلات الوثبة شو وضعها اليوم؟ والله اسطبلات الوثبة واسطبلات الشيخ محمد واسطبلات كلها اسطبلات قوية وكل واحد جاي إنه يفوز هالكاس. شو ظنك أنت؟ والله علومنا بعيدة إن شاء الله. كيف؟ في العشرين الأوائل الحين موجودين تقريبا. بس. لا لا إن شاء الله. هذا حدنا. لا لا. ما شيء حد. وين حدنا؟ حدنا إن شاء الله في الأوائل. بداية الموسم أنت ممكن تصفي بعض الخيل لهالسباق هذه تجهزها لهالسباق الكبير على عقبوبنا. نعم. يحمل اسم كبير يعني اسم سيدي الشيخ خليفة الله يطول في عمره ويحفظه. آمين. فأكيد بلا شك أن الكل إن شاء الله بيكون جاهز لو إن شاء الله السباق بيكون يطلع بأحسن. طيب. أنا أشوفك رايق وهادي هل لأنك أمورك طيبة وايد ما شاء الله ومطمن أم أن أنت أملك وايد بعيد؟ لا نحن ما في حل. نحن جايبين خير عندنا في المنافسة بعدنا في المنافسة لازم نكون نقص على روحنا ترى أشكالنا نشوفها رايقة لكن من داخل ما في مدرب رايق هذا كله كلام بس نحن أنت احسب حسابك أن يوم طويل إذا من أول مرحلة نحن بنرفض وبنعصب ومش بنسوي آخر شيء يمكن الإسعاف يشلنا. الخبرة تقول كذي ها؟ فلازم لازم نهدي اليوم سباق هدوء من البداية أصلا أنت لازم تهدي ريلاكس خيل ودرب وفارس وعمال وكل شيء إن شاء الله عسى وعسى نوصل للفنش إن شاء الله. أي لون بالظهر اليوم؟ والله اليوم الأخضر. نحن أكل الأخضر الوثبة الأخضر الفاتح والغامض أي الغامض الوثبة اليوم أي بيظهر الأخضر والله شكليا مؤشرات السباق تقول الأخضر الغامض لكن أشوف وايد منافسة بين الأبيض والعنابي الزين والذهبي واللحمة لحمة استبعدت الفتري الأزرق مش سوري بعد حتى الفتري فتري فاران وايد زين فاران من أمس من الخيول اللي خطوت علينا يعني من الخيول اللي ما تفرط متى بتقدر تعطيني ال بعد الرابعة بعد الرابعة الآن أعطيناكم إحنا بعض اللمحات والأجواء اللي حاولنا نعيشكم إياها قبل انطلاق المرحلة الثانية أوه المرحلة الثانية عندهم مرحلة يسمونها تورا بورا تورا بورا نزول وصعود نزول وصعود تورا بورا الفلتر اللي راح يصفي كثير من الأسماء يا ساتر
ولأننا على موعد مع أهم وأغلى البطولات المحلية لسباقات القدرة والتي يعتبرها كثيرون أقوى من بطولة العالم لأسباب عدة. فقد كان حضور فارس العرب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأبي الروحي لرياضة سباقات القدرة والتحمل إلى قلب الحدث في قرية الإمارات العالمية بمثابة الشرارة والقوة الإيجابية التي سرت في عروق كل الفرسان والفارسات المشاركين بالسباق، حيث قام سموه بمجرد وصوله إلى القرية بصحبة ولي عهده الأمين الفارس الهمام بطل العالم للقدرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بتفقد الإسطبلات المختلفة والإطمئنان على سير السباق وإعطاء التوجيهات للجميع بواقع الخبرة الطويلة والنظرة الثاقبة التي وهبها الله لسموه مع العاديات. صباح الخير طويل العمر. مرحبا. كيف حال طويل عمرك؟ عودة إلى المعركة الشرسة التي ما زالت في بدايتها ولكنها ستدخل مرحلتها الثانية الأهم والأخطر التي أطلق عليها الجميع لقب مرحلة تورا بورا نظرا لصعوبتها ووعورتها والمسار الذي يصعد ويهبط بالخيل ولا يرحم. لذلك فقد اعتبر الخبراء هذه المرحلة بمثابة الغربال الذي سينخل الخيول المشاركة وينتقي منها الأقوى والأكثر قدرة وتحملا على المواصلة في المراحل الأخرى. هذه تورا بورا الذين يتحدثون عنها، تورا بورا واحدة من أهم أصعب المراحل في السباق، هي المرحلة الثانية أطلقوا عليها تورا بورا لأنها عبارة عن مثل ما قلنا نزول وصعود. احنا قاعدين نتابع السباق ونتابع واحدة من أهم المراحل اللي أنا صراحة أبغي أكتشفها وأبغي أعرف الناس عليها أكثر. How are you? Very good. How are you? Good. I'm very good. But tell me about you. About me? Yes. What's the reason you are here? I come from Uruguay, South America. Uh-huh. It's a small country between Brazil and Argentina. It's not a small country. It's a big country also. Right. Yeah. What are we? This is the first time here. Uh-huh. Yeah. My friend is the guy that knows. You are first time? Yes. You are Matamish? Matamish. You are coming here for only watching the... Watching this fantastic event. What do you think about Tora Bora? It's one of the strongest places in the world. اي والله. واحدة من أصعب المراحل يقول لك في العالم. This is Tora Bora حبيبي. This is one of the strongest loop. شوف العالم شوف اللي جاي منك. يا الله أم المعارك. إنها أم المعارك. إنها Tora Bora. شوف الناس. شوف المدربين، شوف العمال، شوف الاسطبلات. اوكي والله اوكي، انت اوكي وانا اوكي. ايوه. شوف العالم كيف. هاي تورا بورا، صعود ونزول، نزول وصعود، قلنا لكم مرحلة صعبة، والله يعين الله يعين الفرسان والخيل اول شيء. وعيد موجود تفضل. الكل مغرد، الكل يعني صراحة والله يا أخي أنا شو بقولكم صراحة الله يعينكم. بورا بورا. You from where? Belgium. Belgium. You coming here for watching? Yes. Correct. Only. Yes. First time. Our daughter, she rides, but not today. So we are here. Our daughter is sitting there. You know what's the name of this loop? The yellow loop. Yeah, what's the name? Tora Bora. You know Tora Bora? Yeah, Afghanistan. Up and down, up and down, up and down. Look
كنت تعرف عن المرحله هاي؟ والله يا طويل العمر والله ما اعرف شيء. صعوبات المرحله، اهميه التعامل مع هكذا مراحل. والله ولا اعرف شيء، استني في الهجن وبس. بس. بس يعني اهميه التعامل مع المنعطفات مع الاشياء، كيف تحافظ على صحه الجواد؟ لا تخبرني لا تخبرني، انا رش ماي البيض ما تعرف دقات القلب كيف مرة 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 كيفية الدخول كيفية التعامل الله انها شوي ها القلب ما قلب ذي اما الاشياء الوايده ماشي ترى انت خبره والله ماشي يا هجن والله استني في الهجن ترى انت رايح فيها انت نعم نعم اشكرك شوح هذه المرحلة القاسية والصعبة التي بلغت مسافتها 35 كيلومترا أسفرت عن خروج العديد من الخيول المشاركة، لكنها لم تشهد مفاجآت مدوية وتخطاها الهوامير وكبار المرشحين بنجاح وبفارق زمني بسيط عن المتصدر محمد الكتبي من اسطبلات الريف على صهوة الجواد بريدبرغ، لتتواصل الإثارة في المرحلتين الثالثة والرابعة اللتان شهدتا إحكام فارس جديد على الصدارة هو عبد الرحمن الغيلاني من اسطبلات الوثبة، لتأتي المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة وتحمل معها بعضا من ملامح الحقيقة بعد أن انقشع الضباب وأصبح الجو صحوا، حيث نجح راشد الجنيبي الفارس صاحب الخبرة في التربع على الصدارة مع نهاية هذه المرحلة، وهو أمر ليس بالغريب عندما نعلم أنه يمتطي الفرس 8 منت أقوى المرشحات والعائدة من الإيقاف مشتاقة بكل عنفوانها وقوتها للقب الذي يعيد لها أمجادها وهيبتها، خاصة أن إسطبلات الوثبة التي تمتلكها وقائدها المحنك الفارس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد راهن عليها ورسم بنفسه لها الخطة. أما شداد وفاران فما زالا في صلب المنافسة ولا يفصلهما عن الصدارة سوى ثوان لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. رجعنا لكم أصدقائي المتابعين أهل الخيل بعد نهاية المرحلة الخامسة، وقفنا كم من مرحلة بعد تورا بورا، الحين نعود بعد المرحلة الخامسة والانطلاقة قبل المرحلة الأخيرة، الانطلاقة للمرحلة الأخيرة، لكن هذه الأجواء المنتظرة الآن. أجواء روعة، ما في أحلى منها، ما في أحلى من هيك، ما في أحلى من هيك. طقس حلو، تاريخ القدرة في العالم، يا سلام. والطقس بجنن، بجنن، والمنافسة حلوة، والمنافسة حلوة، حضور الشيوخ، ويحضروا الشيوخ، ويلي بيوصل بجدارته بيوصل. يا سلام عليك. هذا هو. أشكر. هذا الكلام اللي أنا أشكرك. وهذه الحياة الرياضية. هاي الرياضة. هاي الرياضة. والرياضة هي حياة. حنيت وراشد حنيت للمكان هذا للأجواء هذه. لا والله في حنية وفي قهر في نفس الوقت. قهر ليش؟ أي قهر من الربع اللي راكبين ونحن راكبين. يا سلام. تغبطه من تحت. لا لا الغبطة هذه يعني بنية طيبة. لا لا مقهورين أكثر من أكثر من غبط. نعم. لكن الله يوفقهم الله يوفقهم. سباق جميل سباق جميل. صحيح. شو توقعاتك؟ والله الخمس خيول ست خيول اللي قدام هن اللي بيكمل. خيول قوية. أنا لازلت فرحان إني أشوف شداد يعطينا. كنت متابع شداد وعاصرت شداد كنت فارس. اي نعم. فلذلك انا فارس. اي وانا اتمنى شداد يعطينا ثالث فوز. ثالث. نعم. ورابع اسويها انا اعتقد اسويها. اوبا. نعم. أوبا. هذا طبعا انا ايماني في الفارس، ولكن قبل الفارس انا ايماني في المدرب. اوبا. نعم. شداد يسويها ولا لا؟ والله انت وين تروح الشيخ؟ والله انا اروح حق المرشح الاول شداد. اتمنى شداد هاي ثالث سنة يركض وهو متواجد مع الأوائل، يعتمد على الفحص الحين في مجموعة طيبة إن شاء الله. شداد وحساب رقم 71 وفاران كلهم فريق واحد الكمين حق بعض. شو اللي يفرق الحين بآخر مرحلة؟ شو أهم شيء؟ الحين أهم شيء إن الواحد ما ينضرب بنفسه، بس الحذر الحين. آخر مرحلة شو توقعاتك؟ للسرعة بتكون نارية خيالية، لأن ما قد صارت إن مجموعة هالكثر من الخيل تواجد في المرحلة الأخيرة. أنت متوتر شيء؟ متوتر. شوف أشوفه متوتر مو على بعضك شيخ. الله يوفقك.
مالي في الخيول ولا لي في أي شيء، لكن يوم أشوف الحماس العالم لما توصل في الجولة الأخيرة تستمتع صراحة، شعور غريب. ألو فاران هو المرشح إن شاء الله، العالم رشحت لنا على ركض اللي شافوه في دبي، إن شاء الله يخطف الإكزام. متى بنشوف الأوامر من عند راشد اللي يبغى؟ متى بنعرف من نتيجة الريكزام؟ بعد الريكزام. متى؟ بعد الريكزام. زين متى تدرن أنت الريكزام؟ أنا 15 دقيقة شيء 10 دقائق. أنت تعرف صحة حصانك ويعني وحالته، شو الكنديشن مالك؟ الحمد لله مثل ما نتمنى صار. اللي تبغونه استوى. إيه. وإن شاء الله نكل هذا الحديث اللي بالأخير، الخيول القوة كلنا أبطال. بالأخير وإن شاء الله نتأمل خير. تحب فاران وايد غالي عليك. لا ما شاء الله داخل الحصونة الله يبارك. مرة طيب. شفت الكونديشن ماله زين؟ ما شاء الله عليه. عادي طال عمرك يوم يطلع بالصورة يبي يحط شيك على الموكس فيه. إيه. مع راسه. مرتاح. طيب. ان شاء الله بيت هو شداد معنا. سمعت كلام علي ترى هو المرة. هو التوقع اللي انا دائما اؤمن فيه. انا اتحمل كلامي. والله فاران بطل وشداد بطل زين. صراحه وكل اداهن ممتاز. عندك توقع غيره؟ ما شيء بين هالاثنين. تتفق يا؟ لا انا متفق معه اكيد، مدرب كبير 100%. ما يحتاج خاص بي بعض مقبوضات عند الخبز. أنا ما جيتك الصبح، لكن الحين وضع فاران يقولون ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله من أفضل الأوضاع، يعني حالته زينة. طيب. يبقى الاستديو. شيبه؟ الاستديو. بس بنطرق له بالخير. فاران يبي يفرح يعني. تمنونا التوفيق. أنت شو تحس؟ الناس ما قدر في دبي بنتحر. كاس رئيس الدولة. جيل. بتشلون اليوم؟ إن شاء الله. شداد؟ إن شاء الله. شداد؟ نعم أكيد شداد. بتيول اليوم هي شداد؟ إن شاء الله. ما يبالك كلام. بخبرة السنين والتعامل مع هذه المعارك شو رأيك؟ شيء مفاجأة أول شيء من الأخير، لأن خمس خيول في نفس الوقت. وين المفاجأة في الموضوع؟ مفاجأة أن صراحة الخيول اللي موجوده ويانا كانوا ورانا واستوت الحين. كيف دشوا وياكم عيال؟ بعد كلمتوا اللجنه؟ اظن جماعه كلموا اللجنه بس ما قدمتوا احتجاج؟ لا لا احنا عاده ما نقدم احتجاج، بس هذا اللي واقع اللي موجود الحين. اقول لك على الاوراق بياثر عليك هالشيء في المره في اللوب الاخير؟ بياثر على شداد؟ ان شاء الله انه ما بياثر، ان شاء الله ان احنا بنمشي نفس الرتم اللي نبغاه. كيف شو الرتم اللي تبغاه؟ بتشوفوا ان شاء الله في المره الاخيره الحين. عشرون كيلو مترا تفصلنا عن لحظة الحقيقة والكشف عن هوية البطل المتوج بكأس الرئيس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. إنها المرحلة الأخيرة التي يعتبرها البعض أنها السباق الحقيقي، وأن من يتمكن من الوصول إليها بسلام دون إصابات في خيله أو جزاءات فهذا في حد ذاته شرف يحسب ويسجل لصاحبه. اقتربنا من لحظة الحسم وهذه المنصة، من يصعد على المنصة وعلى المركز الأول في هذا المكان؟ من يتواجد هنا؟ من هو الرقم واحد اليوم؟ الكل ينتظر، الكل يتابع الشاشة. شوف وجوه الترقب على أعين الجميع في هذه الأثناء. رئيس الدولة خليفها هو فخرنا، أشهد أنه قايد عن ألف قايد وعاشب وراشد فريد في عصرنا، أذهل العالم وأفكارها فرايد وشيخنا محمد أبو خالد ذخرنا الحزام اللي مطوع كل كايد وشيخنا فزاع نفخر لا ذكرنا ذاك حمدان الوفاء راعي العوايد. الانطلاقة في المرحلة الأخيرة المثيرة
كانت جماعية وخمسة خيول بالتمام والكمال تسير جنبا إلى جنب، والكل يعرف أن اللقب الغالي لن يخرج من بين الخمسة، لكن لا أحد يعرف أي من الخمسة سيحسم المعركة ومتى سيحسمها. لكن الأمتار الأخيرة تشهد قمة الإثارة والمتعة والتحدي عندما كان فاران F3 الأسطورة والبطل غير المتوج في كأس فارس العرب قبل شهر يحكم قبضته على الصدارة بقيادة فارسه المحنك عبد الله غانم المري. ثم فجأة وقبل أمتار معدودة من خط الوصول إلى القرية تنفجر طاقة نجمة الوثبة 8 minute وتأتيها الأوامر من مالكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للانقضاض على اللحظة المناسبة والحرجة، فتنطلق مع قائدها وفارسها راشد الجنيبي كالرصاصة وتخترق الغلاف الجوي والأرضي وتلحق بفاران بل وتتجاوزه وتصل قبله إلى القرية. وسط صيحات من الفرحة انطلقت من عشاق الشعار الأخضر شعار الوثبة. نعم لقد ظفرت 8 minute بكأس الرئيس وأكدت أنها من النوع النادر جدا في عالم سباقات القدرة، وتركت مركز الوصيف لفاران الذي يثبت للمرة الثانية أنه بالفعل ينقصه الحظ ليكون البطل المتوج. أما المشهد عند خط النهاية فلا تصفه أي كلمة، دموع، سعادة، فرحة، ومشهد آخر يلخص نبل ومحبة الأب الروحي لرياضة القدرة فارس العرب الذي كان أول من توجه لسمو الشيخ منصور بن زايد ليهنئه بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن بيت سباقات القدرة في الإمارات متين ومتوحد. ألف ألف مبروك لإسطبلات الوثبة ولمالكها وكل عشاق الشعار الأخضر. اسطبلات الوثبة كاس رئيس الدولة، كاس رئيس الدولة عند اسطبلات الوثبة الناموس. والله انك تستخال وتستخيل كل مجد فيها برق واشتعال، الجبل لو ما له عزمك ما يميل وبالفعل جاوزت. شو تقول عن الفرحة هذه؟ شو تقول عن الفرحة هذه؟ ها؟ ها؟ شو رايك اليوم في الفرحه هاي؟ شو رايك في السباق؟ انا برشح لنا راشد بالفرحه. ها؟ كنت خايف من شداد وفن فاران. الحمد لله. شو شعورك الحين؟ ما يوصف. ها؟ فرحه ها؟ اشكرك ناموس ناموس تستاهل. صبر وانا اشكر على الخطه صح. والحمد لله اليوم تناموسنا واثبتنا ان الناس ان الصبل وثبه بعد موجود. حيو يا شيلو وانت شو تقول؟ اشكر صاحب سمو الشيخ منصور بن زايد. فرحان انت اليوم؟ فرحان؟ شو رايك؟ لا من البارحة من فرحة ها فرحة وانت له تمشي بطاعا وامتدى ناموس شو بخير ان شاء الله. شو شعورك؟ والله ما عاد شعور البوم هاي ما عاد ناموس انت حفزان كنت وايد مبين عليك تعبان كنت ما رقت ولدي هذا
ولدي وياخذ كاس رئيس الدولة الشرف لكل مواطن في الدولة انه ياخذ كاس رئيس الدولة. اشكرك. هاي دمعة فرح مش دمعة حزن. اشكرك اشكرك. أقول لك الناموس اليوم صراحة أداء كان قوي جدا خاصة في آخر عمتار. مساك خير وأول شيء أحب أبارك للسيد سامسون الشيخ منصور بن زايد وأبارك لجميع المشاركين اليوم الحمد لله ما في خسران والأداء كان مشرف إن كان فاران وشداد ومشكورين وجميع يشكر على الأداء ولكن الفايز واحد في الأخير صح. الأسرع فاز صح الحمد لله الأسرع فاز أي نعم كان مهم عندكم اليوم ان البطوله ما تطلع من ميدانكم اي والله كان مهم انت عارف ان الفوز بالنسبه لنا مهم جدا خاصه كاس رئيس الدوله يعتبر اهم ريس في الموسم اللي يفوز في الريس هذا كنا فايز ريسات الموسم كلها اليوم ايه هو التوب توب خلاص جروب 1 صح الحمد لله شو اعتمدت اليوم في الخطه ماي والله اعتمدنا على طامه الشغل الجماعي اليوم اشتغلنا لحصان صح انا نحن بعدنا الانظار قبلها بيوم يومين قلنا في مفاجات وفي لكن عملنا بخطه ان نسكر كفر على الفرس صح الحمد لله نثبت الخطه مثل ما كنا كنا نبي نحتفظ بقوتها لين مرحلة صح وانا عارفين ان ما فيها الفرس مخزون قوي صح الحمد لله ما خيبت امالنا اقول لك الناموس انت رياكم بعد التتويج ها ان شاء الله عشان الفرحه ان شاء الله وين نفرح وياكم اشكرك يا مايد السباق كان قوي والسباق ما كان سهل فزنا بصعوبه طبعا بس مشينا على خطه مرسومه من سمو الشيخ منصور بن زايد في المرحله الاخيره والمراحل اللي قبلها وادتنا للمراحل الاولى. بامانه متى حسيت ان السرب عند الوثبه؟ لين طفت خط الابيض. مو بقبل. لا مستحيل انا كان خيل زمان كان قوي والخيول اللي بعده بعد خيول ما استهان فيها. فانا حسيت اني فايز يوم طفت خط الابيض. شعورك في اللحظه؟ شعوري طبعا لا توصف. بعد الفوز ثاني مره لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد والخطه الاخيره اللي اعطينا اياها في المرحله الاخيره هي ادتنا المرحله. شو شعورك؟ اللهم لك الحمد، شو شعورك بعد الفوز هذا؟ ما تتصور اللهم لك الحمد، شكرا لكل المنافسين، شكرا لاخواني اللي ما حالفهم الحظ، الله يوفقهم ويجزاهم الله خير على المنافسه الطيبه وشرفتونا وصراحه سباق رائع. ورفع راس وسعد خيل شباب هذه أغنية للشيخ منصور يستاهل التحية والبول يا ابن يور حق الشيخ منصور يستاهل هنا الناموس في ختام هذه التغطية نبغي نقول ألف ألف مبروك لاسطبلات الوثبة يستاهلون الناموس خلي الفارس يقول كلمة أخيرة أحب أشكر اسطبلات الوثبة والحمد لله أول وثالث ويلا شباب واحد اثنين ثلاث كنا معكم في هذه الفرحة مشاهدينا الكرام عشناها كما يجب مع الفائز دائما عودناكم أن نفرح مع الفائز مع صاحب الناموس وأي ناموس إنها أغلى الكؤوس كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة هكذا كانت الفرحة كما تشاهدونها الآن في اسطبلات الوثبة نشكركم على متابعتكم يا أهل الخيل لبرنامج أهل الخيل ألف ألف مبروك نقولها لمالك هذه المؤسسة العملاقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي يحتفل اليوم أفراد اسطبلاته بهذه الفرحة الكبيرة نشوفكم إن شاء الله في برامج أخرى وفرحات كثيرة وأفراح في رياضة تراثية تجمعنا على الحب وعلى العز وعلى الفرحة دائما وأبدا في دولة الإمارات العربية المتحدة حياكم الله ناموس ناموس ناموس, ناموس. بثقة مقدام نازب نعد الخيل و
الداله تمشي بطاعن وامتثاله.